رجعنا لكم من جديد. طبعا انا قاعد اصور هنا في صالة يوم الخميس، موديل 32 فورد كاستم فلات بيد. يجيك خشب زي كذا. شوف هذا موديل 57. شباب اعطوني الاوكي اذا التصوير تمام ولا لا، لانه انا في المبنى هذا ما في شبكة. توي عرفت انه بنوا مبنى ثاني ما شاء الله تبارك الله عن قبل سنة ونص عن كورونا. فلات بيد يعني تبغى تفرش فرشتك هنا وتتقهوى عادي يمديك، وانت مسافر عادي يمديك. هلا هلا عبد الله بين الضباب، استمتع يا حبيبنا. ايش كاتبين هنا؟ كاتبين كلام بس ماني فاهمه. عندك اوتوماتيك، غير اوتوماتيك. طبعا هذا فلات بيد. نمشي هنا 57 البونتياك. طيب هذه سيارات بكره، الحق ما تلحق، ما زاد بكره يا شباب. قبل شوية مشيت جالسين نص ساعة والله من التعب. بونتياك هذا ما شاء الله مونوفيل كشف. خلنا نروح قدام شوية. العجيب هذا ولا شيء يا حبيبي، ولا شيء. الصوت هذا شيفيل 69، مزاد بكرة. دور لك شيفيل سعر طيب مناسب هنا يا حبيبي، تعال. غير اوتوماتيك ارضي، مغيرين التخشيبة. هذا اتوقع والله العالم سعره ما بين 20,000 إلى 25,000 دولار، سعر طيب. البوغاتي فوكس واجن ربليكا مقلد، سعره ما بين خلنا نقول 10 إلى 12، يمكن يزيد يمكن ينقص، يمكن ينباع 8,000 دولار، يعني شيء زي كذا. ما شاء الله تبارك الله. لحظة الصمت يا شباب، لا أحد يتكلم دقيقة. صمت الجميع الحين، يلا انطلقوا. متى السيارات هذه؟ جي تي او يا حبيبي. 65 ولا 66؟ هذا 67، موديل 67 بالاسطبات اللي هنا. جي تي او اهم شيء كلكم سكتتم بس. يلا اهم شيء تستمتعون يا شباب. انجوي ماي فريندز، انجوي. قلوه، ارحب يا اهل قلوه. هلا بأهل قلوة وأهل الفرشة، وشايف كلامكم سرات عبيدة وكل منطقة في الخليج وفي السعودية وفي العالم العربي والوطن الإسلامي. نرحب فيكم جميعا على أساس ما نذكر مدينة وننسى مدينة. يقول لك ليش أنا من هنا، ليه ما ترحب فينا؟ وأنا فيكم جميعا. تبغى تشوف وجهي؟ لا، السيارة أحسن، وجهي شبعتم منه وطفشتم منه. أبشر راح أصور لك البوغاتي الربليكا ولا يهمك. تورينو صورنا لكم الزد، سيارات الخميس. الحاضر في اللايف هذا يبلغ الغايب، اللي ما شاف اللايف. البنز بصوره دحين 280، موديل 75، غير أوتوماتيك، مكيف من الوكالة. يا شباب سلمت وسلم يا اليامي، سلم لي عليه. والله ما ادري ايش اسمك الاخير بس ونعم فيك. 560. هلا اخوي معايد من الرياض، ونعم. هذا المزاد في امريكا، اللي يسأل في امريكا. ما شاء الله
بالممشى كم؟ الممشى 154,000 ميل. بس داخلية نظيفة. راح ينباع بكرة لأعلى سعر. شو البي ام ترانزام صورنا الجيمس هذا، اثنين دفعوا عليه تأمين هذا الجيمس، توقعون بيروح على اخوي كسار والنعم. وين وين حبيبنا كانوا من البحرين على طلبك، واهل المحايل كذلك، كيف ننسى اهل المحايل؟ امزال 80 81 79 غير عادي، بس مو هاللون اللي المطلوب، اسود من جوا احمر جميل. انا قاعد اصور لكم على السريع لانه هذا مزاد بكره، الحق ما تلحق. ابشر الغالي، تواصل معنا على الارقام اللي في الفيديو، طريقه دفع التامين وابشر. النوفا اس اس مزاد بكره كذلك. الكروزر الجديد والله ما شفته في الولايه هذه، لو شفته في الولايه هذه بسوي لك تغطيه، بس المشكله ما حصلنا وانشغلنا بالكلاسيك. ترانزام هذا ما شاء الله تبارك الله، اي سياره تشوفوها تواصلوا معنا واتساب وابشروا. لحظه صمت يا شباب، لحظه صمت، حتى لو عنك بعيد صوتك يبقى يطربني. هذا بيت شعر كلاسيكي، خذ لك يا حبيبي. 94 ترانزام غير اوتوماتيك، ما شاء الله شوف الالوان اللي جت فيه. الله يسعدكم جميعا. طيب قرب لك، وين البوغاتي؟ انا والله ما عاد اقدر اقول لكم كل شيء صمت. بكره لسه ما شغلوا السيارات، بكره اتوقع انه افتح لايف صمت كامل، لكن لسه اليوم بس يدخل السيارات. 94 لا ما يدخل السعوديه، 91 حاليا، وبعد 6 اشهر 92. البوغاتي الربلكا عليها اتوقع ماكينه فوكس واجن اذا ما خاب ظني، بس جميله والله تبقى. اتوقع السعر من 10 ل 12 15 على حسب، خلينا نقول 10 15، من 30 ل 50 الف ريال ممكن تزيد او تنقص على حسب، فهمتم علي؟ فجميل صراحه اللي يبغى ربلكا. ايوه مسجلينها 67 فوكس واجن بيتر، جميله جميله جميله. طيب الصمت الثاني هناك، دقيقه خليني اوديكم الصاله اللي هناك. شوف الصاله هذه بنوها قبل ممكن فترة قريبة بسيطة، أيام كورونا ما كانت موجودة، كانت الصالة هذه والصالات اللي جوه. أبغى كرسي ب 500 ريال. وش الطلب ذا؟ وأنت بصحة وسلامة يا الغالي. أي مسموح، مسموح يا الغالي، لها تايتل مسجلة ك فوكس واجن. هذا عليه شوية تزويد وحركات، غير عادي جميل. موستنج. مدورين الموستنج. صورته يا اخويا حمد او حمدان، صورته شوفوا بس. هذا غير عادي يا اخوي فيصل، وصورنا لكم الاحمر. شوفوا الاحمر، اعطيكم الفيديو لسه ما نزل بعد هنا، بس اعطيكم شيء حصري. في واحد قال لي بالله حط الاغنية هذه عليه. اسمع هذا النادر ماشي 26 غير عادي. هذا في الصالة الداخلية. على قولة أبو رويشد، كل خوفي من رجوعي. إهداء لكم، تستاهل أخوي فيصل. هذا أصبح قاعد يصير نادر، مو أصبح قاعد كل يوم يغلى سعره. موديل 38 يا شباب،
انترناشنال هارفستر. هذا اقول لك دلع نفسك بالالوان هذه ما شاء الله. مزاد بكره سيتين موجود الغالي. ترانزام سعر متوقع تقريبا 15 ألف دولار، ممكن يزيد او ينقص. شوف اللون هذا العجيب كذلك. ها هلا هلا ابو محمد منور. اوكي هذا بكره ترى. نور يا ابو محمد غير عادي. دقيقه خلونا نشوف. ترى احنا ما احنا في مزاد صفقه، ما يمدينا نشغل لحالنا، لازم يكون في احد موجود. بس ما دام ما في احد في كاميرات الحين نشوف عبد الله يدخل السياره ويبغى يشغل. انا اسويها والله من مزاد لمزاد. طيب نبغى نفتح الباب يا هو. الباب يفتح من جوا. بسم الله غير اوتوماتيك. طيب هذا غير اوتوماتيك زي الشفر الاسود. شغل. لا شكل البطارية يبغى له شحن ممكن. نعيد يشتغل. هاي كل زر. في طريقة ممكن طريقة تشغيل هنا او انه له بطارية. البوغاتي دحين نرجع. الماكينة 350 اذا ما خاب ظني. اتاكد لكم. اي 350 زي ما انتم شايفين. 38. طيب سيارات الخميس بكره المزاد الساعة 8 يبدا على الموتور سايكل على الدراجات، وبعدين يبدا على دولا. في اشياء كثيرة نو ريزيرف زي السي 10 72. شوفوا ها باتينا 72 يا حبيبي. ماكينة 350 غير اوتوماتيك. وانتم بصحة وسلامة يا الغالي. كم هذا؟ 85 سي 10 كذلك. اللي يطلب السي 10 هذا هو. شوف الالوان العجيبة. هذا لحد سواها عندنا في الخليج. صلخوه صلخ. دوقك تعبان، دوقك خايس، الوانك سيئة. وانا اقدر اجزم لكم اللي سواه هذا شايب. سووها الشياب ترى خلاص. اخر عمره يقول اجرب كل شيء في الحياة. بس يعني كسم جميل. ما ادري عن محركات لازم نشيك. شوف حتى البونيت الكبوت يفتح من هنا. شوف يفتح من هنا. اتوقع انه من هنا. والله ما في احد الا بس اللي يدخل سياراته اليوم الخميس. قالوا اساسا ممنوع. بس قلنا لهم حنا من طرف جوني رانسوم. لا فعليا من طرف واحد. انا دائما حتى اسجل في المزاد الاخير في المزاد اللي قبل اسبوع عندي رخصة تسجيل. شوف الشفر هذا ما نقدر نعدم عندما نتكلم. 57 اسود من جوا احمر جميل. في المزاد الاخير كان في ورقة ناقصة فهو خلصها. واحد امريكي شايب هنا. 63 خلدون صورنا لك. 63 جميل واصبح نادر. جيمس ستبسايد اللي يدور شيء سعر طيب. جل 70 في مكيف. هذا الموضوع انا خاف ظني. شوف زي ما هو ما حطوا فيه شيء. وشوفوا هذا ال 75 ستبسايد. 75 البيتل الازرق. وين يا ابو محمد؟ دحين اصوره. 75 شفر ستبسايد. ايش معنى مركز على شغلك في الكلاسيك؟ والله ما في شيء سبب معين. بس احنا بدانا كلاسيك والناس يعرفون على السيارات القديمه. علما استوردنا حديث وجبنا موديلات حديثه لكن على حسب الطلب. وين حقين اللينكن تاون كار؟ انا صورت لكم الموتر ذا موديل 98 وكالة ماشي 48 ألف كيلو. هذا هو ما شاء الله تبارك الله. مزاد بكرة 98. طبعا ما يدخل السعودية يدخل الكويت اتوقع، البحرين، الامارات. شوف يا حبيبي الربع التويوتا
هذه هنا حبيبنا خلدون أسعارهم يعني ما هي زي عندنا في السعودية وفي الخليج، هنا يعشقوها صراحة. طبعا هذا ما هو 10 من 10، هذا أتوقع ينباع حدود 20-25 ألف دولار، ممكن تستغرب من سعره، من 70 ل 90 100 ممكن يجيبها هنا بالراحة. طبعا ما هو 10 من 10، ال10 من 10 يجيب 150-200 ألف. نعم هذا النوع. إيه البيتل الأزرق وين يا أبو محمد؟ موستنج 87. البني دحين نرجع له. أوه البني عد نادر، دحين نرجع له. أي سيارة تشوفوها يا شباب سووا، تشوف اللايف سووا عليها كابشر وكلمونا وابشروا. ترانزام ال ها واحد سأل على البوغاتي. يلا هذا البوغاتي عليه يعني مسجل بيتل 67 زي ما ذكرت لكم. هذا أتوقع من 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، ممكن يزيد ممكن ينقص، ممكن يوقف على 8 آلاف دولار. جميل هذا. يلا ها الأمريكي أعرفه من 2015، وهو اللي خلص لنا أمور التسجيل. وهنا قال لي أساسا ممنوع دخول لأصحاب السيارات دول، شوفوهم اللي معهم عربات الجولف هذول أصحاب السيارات اللي يدخلوا سياراتهم، واللي أكثرهم ديلر يعني يجيب لك 20 سيارة 5 سيارات وبعضهم برايفت. بس لحظة صمت يا شباب، الصمت اللي ما بعده خلاص. راح نتعب أصور لكم كل شيء إن شاء الله ما تشيلهم. شوفوا الدوج هذا 66 إذا ما خاب ظني أو 67. أيوة يلا الصمت الصمت يا شباب. روح فكينا الحظر، تكلموا يا شباب الحين. 66 سوبربان شفروليه، ما لحقنا عليه والله، خدعنا شوية، كنا نبغى نمتعكم. البيت الأزرق هذا ما أدري هو يا أبو محمد ولا لا. تسعة وستين كاستم، حتى السيت الدركسون الأمور هذه من علمك يا ورد تجرح. إهداء لأحلى متابعين. شوف شو مسوي ها، مو مصاحين بيتل. أنا أقول لكم رأيي، لو جاء واحد عندنا في الخليج وسوى الحركات دي، أنت صاحي تصرف على سيارة ما تسوى كذا؟ شوف ترى تعلمت شيء والله، يعني من يوم ما رحت مع عرض ومزادات الأمريكي يجمع، لو يقعد 10 سنوات يجمع الشيء اللي في باله يسويه. بس هذا اللي تعلمته منهم. بعدين يبيع سيارته، يا مكسب يا برأس مال يا بخسارة، حطها في باله وسواها خلاص انتهى. كد لك اتوقع انه 64-63 سيدان، 63 سيدان هذا اتوقع راح يروح ما بين 15-20 ألف دولار، ممكن يزيد ممكن ينقص. 15 أتكلم من 50 لـ70 ألف، 50 لـ70 ألف ريال، ممكن تزيد ممكن تنقص على حسب المزاد. كمارو هذا لسه ما صورنا لكم اللي هنا. شوف الباصات هذه صاروا يبيعوها حاليا وبكثرة تنزل مزاد. أبشر أبشر يا شباب الجي تي او. شوف الجيب هذا، جيب 61 جيب، شوف ما شاء الله
شوف كيف حب. عاد الصالة اللي يوم الجمعة والسبت النوادر هنا. طبعا هنا في نوادر بس خلونا ندخلكم مرة ثانية، هذا ما غطيناها كاملة يا شباب والله. هذه ما غطيناها كاملة لحد الآن. دقيقة بوريكم الرابتر اللي هناك، في واحد قال رابتر بس شكلكم ما شفتم ده. هذا السيتين شوفوا 87 ماشي 67، لا هو كاستم ولا هو شيء، زي ما هو. دقيقة دقيقة خليني أوريكم صورت لكم الأشياء هذه، أوريكم الرابتر اللي هناك. وانجوي ماي فريندز انجوي. والله أكثر من أسبوع، 79 آخر سنة في الكشف. موستنج هذا جميل، هذا عدد أول موتر جذبني البورش. هنصور لكم. أيوة هذا شيلبي رابتر، شوفوا هذا مزاد يوم الجمعة تقريبا. إن شاء الله تبارك الله. أنا صراحة كجديد 2018 3.5 450 حصان، 450 حصان. تفضل كم يجيب؟ والله هذا لازم أتأكد منها. أوه على طول الأنوار اشتغلت. وانتو صحة سلامة، أبشر أبشر يا أبو محمد. الكدلك نسجل إن شاء الله في اللستة، وفي كدلك ثاني لازم يتسجل في اللستة. هلا أبو فارس منور، هلا أخوي عبد الله، أخبارك طيب؟ طب المفروض أنا ما أجي من هنا بس مع السيارات عادي، غير عادي. هذا مو التيربو أكيد، التيربو يجيك هذا كاريرا فور جميل. مزاد متى؟ مدر 95، مزاد يوم الجمعة. دقيقة خلنا ندخل بين السيارات هذه شوية تستمتعوا. طبعا صارت المزاد هناك. شو رص الدراجات، دحين راح نصور الدراجات 442 يا حبيبي، برضو من الأشياء النادرة. بصور لكم الشيء هذا لازم تشوفوه. هذا شوف بيوك الكشف نو ريزيرف، لا على سعر. هذا شوف اللون، ايش سمو اللون هذا، بيج ولا شاي حليب ولا ايش، ولا ايش رايكم؟ هنا موديل 53 كوبي نو ريزيرف، راح ينباع لا على سعر. هلا مشاري، هلا منور انت واهل مكة ان شاء الله تبارك الله. ريال 60، 64 كشف شاهي بالحليب، هذا هو 64. هذا راح يكون سعر طيب. بكر راح تشوف الصالة هذه فل، هذا محل المطعم هذا راح يكون فل وزيادة بعد. أنا بقفل الآن وبرجع لكم إن شاء الله غدا، وبنزل لكم صور السيارات اللي بتنزل بكرة. 66 الربع ولا يهمك، والله أرجع لك يا خلدون. ها دقيقة
خلكم معنا. الربع هذا قابلت المالك ايش يقول؟ يقول لون الوكالة وش ترطون عندهم في امريكا جاء ايام السبعينات. دقيقة يقول كل شيء بنسبة 80% نصب الوكالة عدا اجزاء بسيطة. هذا سجلوا هنا اللي بياخذ بسعر طيب. هذا هو لانه في ملاحظات في الصبغ ذكرتها لكم. شوفوا البيوك هذا كذلك. هذا الربع يقول اشترطون هذا من ايام الوكالة ما ركبه صبغ بس الرفرف ولا الرنك بورد غير ذلك صبغ الوكالة غير عادي. بس هذه اسعارها هنا هذا متوقع من 30 إلى 40 ألف دولار. 30 إلى 40 ألف دولار تتكلم 130 إلى 150 ألف ريال. هذه سعرهم في امريكا هنا غير عادي دبل صبغ. هذا كذلك وهذه بس الباقي لا. اشترطون هذا من الوكالة يا شباب ما اتوقع انه مكيف. كليمث أوستن هيلي للسيارات النادرة أتوقع راح تكون سعر طيب لأنه مغير لها مكينة. هذا 71 باركودا مكينة 350. هذا عدل أوستن هيلي سعره غالية جدا بس هذا مركب له مكينة أخرى. يعني شفت الشكل هذا؟ هذا ربليكا حق البروتايب. بروتايب الأصلي غالي جدا. شوفوا هم مركبين على شوف انا دخت وانا اصور لكم 65 جراند سبورت ريبليكا. طيب يا شباب لازم ناخذ نرتاح كذا شويه وبعدين نرجع لكم ننزل لكم الفيديوهات. 51 58 2021 اتوقع لازم ننزل لكم الفيديوهات اللي صورتها حق السيارات اللي بكره. فان شاء الله بكره راح تستمتعون واحلى تغطيه. دقيقه انا ما بطلع من هنا اساسا. يوم دخلت قالوا كم تقعد؟ قلت بس نص ساعه لي يمكن الحين ساعتين ثلاث ساعات. الصاله هذه حقه المزاد. خلينا نشوف ايش نزلوا. شوف البكودة هذا في واحد دفع عليها تامين حاليا ندخل عليها ان شاء الله. جير اوتوماتيك مكيف الأشياء الصعبة والنادرة. أيوة هذه حقة بكرة بدري الساعة 8 تقريبا أو 9. شوف حطوا الكراسي زيادة. أول كانوا يقفوا لهم من هنا ما تجلس هنا تجلس هنا. بس خلي أوريكم ذا هذا اللي هنا. هذه بكرة على طول تنزل اللوحات هذه كلها بكرة بتنزل. لا فرايدي اتوقع ايه الجمعة 2005 هارلي ديفيدسون. اللوحات دي الشفر هذه كلها خميس وجمعة. لوحة هذه ايش تبيعوها على حسب الاسعار. شوف البايك اللي هنا شوف اللي هنا أنا تعبت لازم نقفل الحين. I will see you tomorrow guys إن شاء الله. صدقوني راح تستمتعون الويكند هذا. يلا نشوفكم يا شباب.